السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دي صمدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم الموضوع ديال الفرق ما بين الارانب البلدية والرومية والكروازية. اذا شحال من واحد سولني على في لي كومونتير على هذه القضية هذه. انا حاولت انني غادي نقدم لكم هذه الحلقة، يعني ماشي غير يعني موضوع كموضوع، ولكن غادي نوريكم فينا هما الارانب الكروازيه والروميه والبلديه. بحال دابا هذا اللي كتشوفوا فيه راه واحد النتوه راها بلديه. انتما كما كتشوفوا الصفات ديالهم ما كيشبهوش بزاف الكروازي وما كيشبهوش بزاف للرومي. الرومي راكم عارفين كاينين السلالات معروفه، كاين البابيون، كاين كاليفورني، كاين شانشيلا نيوزيلندي، هادو هما اللي كنخدموا بهم بزاف. انما هاد البلدي والرومي في الحقيقه ما عندهمش اسماء، ولكن كاين كيفاش نفرقوا بيناتهم. بحال دابا هاد الام هادي راها صغيره، ماشي صغيره صغيره في العمر، هي كبيره في العمر ولكن صغيره في الحجم. انتم كما كتشوفوا معايا حتى هادي راه الاخ ديالها، انتم راها بلديه، هادي بلديه. الا لاحظتوا معايا هاد قلنا هادي راها روميه، عفوا كروازيه. هذه هو النوع اللي كيكون شارك ما بين البلدي وال الرومي. يعني ملي كنزوجوا ما بين بحال دابا هذه راها روميه، هذه راه شانشيلا، هذا ذكر راه بابيون. الا مشينا تزاوجنا بيناتهم هاد السلالات، يعني ما بين يعني الرومي وما بين هذا البلدي هكا، غادي يعطينا كروازي اللي هو هذا الشكل. هذا كروازي. اذا هذا هو الفرق ما بين هاد السلالات، يعني الفصائل. هنا نقول يعني الطريقه ديال الاكل ديالهم، الطريقه ديال الاكل ديالهم. سبحان الله ان الكروازي يعني من هذا النوع هذا ومن هذا النوع الرومي كيحتاجوا الادويه بزاف. اولا خاصهم واحد النظام خاص ديال الاكل، يعني خاص ضروري انك تعطيهم واحد النظام خاص ديال الاكل. انما هاد البلدي سبحان الله كياكل كلش، يعني كي الناس يعني هذه تجربه شخصيه. هانتوما حتى هذاك الكاج لهي حتى هو راه بلدي، هذاك ذكر. كما قلت لكم الماكله ديالهم، الماكله يعني يعطيهم اللي كان. هنا الناس كيقولوا يعطيهم اللي كان، يعني القشور، يعني المناعه ديالهم كتكون. كاين الناس اللي ما كيعطيهمش الدواء كاع، يعني ممكن ان الى جات فيه واحد الكوكسيديه واحد النهار ممكن انكم تعطيوه يعني الخل صافي. هذا هو الدواء اللي كيستعملوه هنايا بعدا في البلاد ديالنا بالنسبه للبلدي. اما بالنسبه للرومي فضروري انكم ديروا نبره ديال التسمم الدموي، حتى هادو تقدر ديروها لهم ديال التسمم الدموي. انما هما كيريزيستيو اكثر، كتكون عندهم المناعه اكثر سبحان الله، يعني عطيهم الله هاد الطريقه هكا. القضيه ديال الدوايات ضروري انكم تحصنوا الارانب الروميين. اما الناس اللي بغاو يديروا الكروازي حتى هو كيتحسن. اما بالنسبه للبلدي هكا، هاد البلدي ممكن انكم ما تحصنوش وسيدي ربي كيجيب تيسير. هو عنده مناعه بلدي، حنا كنسميوه بلدي، يعني شي حاجه بلديه. قضيه ديال التربيه ديالهم تماما كي بحالها بحال التربيه ديال الرومي وديال الكرواسي. يعني انا شاركهم دابا في كاج واحد، انا كدير لهم كاج كيجان بوحدهم، انا جبت لهم لكم باش نوريهم لكم يعني تطبيقي. القضيه ديال الولاده ديالهم، العدد ديال شحال كيولد الرومي والكروازي والبلدي بحال. الفرق بيناتهم هو انهم ما كيجيبوش الميزان. يعني هادو مثلا هذه راه عندها عام بالنسبه الى كانت روميه راه تبارك الله راه كتكون كبيره وكبيره بزاف. هذه عندها 8 شهور، هي عندها 8 شهور راها كون كانت بالنسبه يعني الرومي راه غادي تكون تقريبا دوبل ديالها.
حنا ديما كنهضروا على المستوى اللي غادي توصل له يعني الارنب، المستوى اللي غادي يوصل له الارنب الرومي راه تقريبا الضعف ديال اللي غادي يوصل له البلدي. بالنسبه للحوم عادي كشحال واحد كيقول لك لا البلدي احسن، وهي على حسب الماكله ديالو. يعني الناس اللي كيعطيو السيكاليم، السيكاليم راه حتى هو كيعتبر حتى هو يعني فيه عناصر غذائيه مهمه، انما هاد البلدي الناس كيفضلوه. علاش؟ لان كياكل الاشياء يعني البلديه يعني مباشره، انه كياكل القشور ديال يعني كما كتشوفون عاطيها لقامه، هذه راه بدلت عليها الكاج وحل شي شويه ما بغاش تاكل، ولكن راه كتاكل لقامه، كياكلوا القشور ديال اي حاجه عطيتيها لهم راهم كياكلوها تبارك الله. ماشي بحال الرومي، الرومي خاصك تعودو، خاصك يعني تحضي لا يمرض لك لا. هادو يعني كاع الناس اللي جربوهم كيقولوها، كيقول لك اعطيهم اي حاجه مساكن راهم عايشين. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. ان شاء الله غادي ندير لكم حلقات على هاد كيفيه التعامل مع العوتاني هادو الكروازيين والبلديين، لان هادشي جاني يعني بناء على طلب بعض الاصدقاء. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجرس وتكيو على زر الجيم باش تساندونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.